الحقيقة كلنا تابعنا امبارح المشهد المهيب لشعب عظيم خرج في الشوارع امبارح في كل أنحاء الجمهورية للتنديد بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض التهجير القسري والتأكيد على قدسية الأرض العربية كاملة وعدم التفريط طبعا في أي شبر منها. الحقيقة المشهد امبارح كان زي ما بقول لكم مشهد كبير ومهيب، كل الشعب المصري في الشارع بيأكد على شيء واحد بس، ان مصر دايما على قلب العروبة او قلب العروبة وبتحمل قضايا الوطن العربي على عاتقها. كلنا بنرفض وكمان بندين اللي بيحصل وبنأكد دعمنا للقيادة السياسية المصرية، وزي ما احنا شايفين كده يا فرح المشهد ده انا حضرته امبارح، انا نزلت امبارح عدد مهول يا لميس. طبعا اول ما بلدي بتحتاجني بكون موجوده طبعا. اول ما بيكون يعني الجمله فيها فلسطين والقضيه الفلسطينيه كلنا موجودين طبعا، كلنا كمان بالاخص كمصريين بنكون موجودين. انا نزلت امبارح وقفت وشفت قد ايه فعلا طبعا. حقيقي المشهد يعني افضل وصف فيه انه ليه هو مشهد مهيب. الناس امبارح كانت كلها في الميادين، كانت كلها في الشوارع، رفع اعلام مصر، رفع اعلام زي ما احنا شايفين فعلا يا لميس، كل مصري يعني يعتبر جنسيته الثانيه فلسطيني، عشان كده احنا دايما مع فلسطين بقلبنا وبدمنا وبكل حاجه، ودايما فاكرينهم في دعائنا ودايما موجودين على ارض الواقع بندعمهم ومعاهم ان شاء الله. وعايز اقول كمان مصر دايما بتحمل قضايا الوطن العربي، فهي بيت العرب. اللي بيأكد ده مؤتمر قمة القاهرة للسلام واللي هينطلق النهاردة هيشهد مشاركة دولية وعربية كبيرة، ودي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر عقده النهاردة يوم السبت في العاصمة الإدارية بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة طبعا والأراضي الفلسطينية. ويا رب يعني تم تأكيد طبعا مشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية، وبإذن الله إن شاء الله يا رب المؤتمر يحط وضع للانتهاكات اللي بتحصل في حق الشعب الفلسطيني، في حق الأطفال، في حق السيدات، في حق كل المدنيين الأبرياء اللي ملهمش ذنب في كل اللي بيحصل ده. يعني أعتقد يعني يا لميس إن شاء الله هيبقى نشوف نتيجة نتيجة كويسة إن شاء الله يا رب بإذن الله. واكيد هنتابع تفاصيل المؤتمر ده على مدار اليوم في تغطيتنا على صدى البلد.